من فضلك ما لناش في الشارع احنا. سلام على الجميع. سيد الرئيس، شكرا على إتاحتي الفرصة للإجابة على الأسئلة التي تفضل السادة النواب بطرحها. هل احنا نحب العدالة الانتقالية ولا ما نحبوش؟ يظل هذا اهم سؤال نطرحوه، لأنه هذا هو صلب الموضوع. الشخصنا والرئيسة خايبة من اللي تولدت، والهيئة تركيبتها خايبة من اللي تكونت، وهل الموظفين متاعها كلهم يخدموش ويدوروا في صوابعهم؟ هذه الكل يظهر لي ما تحتاجش حتى عبد يجاوب عليها. الجواب الأصلي هو التالي: هل احنا في تونس بحاجة إلى العدالة الانتقالية ولا ما حشتناش؟ لأنه الميزانية اللي طلبتها الهيئة السنة منخفضة على اللي سبقتها، وهذا اختيار بن علي عملناه لأنه تابع استراتيجية اللي تبعناها منذ انطلاقنا. قلنا باش نمشيو ونصعدوا، ومن بعد باش نمشيو ونقصوا في ميزانيتنا. احنا اليوم طلبنا 8 مليون دينار. اش تمثل 8 دينار؟ برشا على العدالة الانتقالية؟ سؤال. فما بعض النواب قالوا لنا انه سيد الرئيس ممكن نتكلم من غير ما يقاطعوني؟ تفضل. اي ماذا بيا نحترموا شويه بعضنا. شو هذا؟ ارجو من الساده من فضلكم، من فضلكم احترموا المجلس، احترموا المجلس، من فضلكم، من فضلكم احترموا المجلس. اللي عنده تعليق الخارج ونسمع في كلام كانوا صادر من ناس لا علاقة لهم بالمجلس. فما ناس لا علاقة لهم بالمجلس يتكلموا في كلام لا يليق بالنواب. من فضلكم، نحن في مجلس محترم وكل واحد قال كلمته. إذا سيد الرئيس، السادة النواب، ثم من تساءل هل الهيئة لها رؤية لإنجاز أعمالها ولا إتمام عهدتها، وكيفاش ما تعرفش باش تمدد ولا ما تمددش مشروع؟ هذا السؤال. الهيئة عندها احنا نسميه لوحة قيادة، يعني فيها يعني خط، يعني خريطة الطريق، فيها بالأسبوع اشنو يلزمنا ننجزو ووقتاش ننتهيو من أعمالنا، ونسعاو قدر الإمكان أن ننتهيو في الأربع سنوات اللي هي معمولة بالقانون دون اللجوء إلى التمديد، دون اللجوء إلى التمديد. هذا اختيار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة مع الموجودين المفاوضين اليوم بحذاكم. لكن تمشي الرياح بما لا تشتهي السفن. احنا نقول مثلا التقصي باش ينتهي في موضوع الانتهاكات الجسيمة، وسنحيل في شهر في نهاية اكتوبر بداية نوفمبر الى الدوائر القضائية المتخصصة أول الملفات، هي فما إشكالية. الدوائر القضائية المتخصصة ما زالت ما توجدتش، كيفاش نعملوا؟ تأجيل شهر. هاو توا غدوة سيد نائب الرئيس والسيدة رئيسة لجنة التقصي باش يعملوا دورة تكوينية مع القضاة والمحامين من أجل أنه على الأقل هل التكوين هذا ننتهي منه، اللي هو شرط بالقانون ما نجموش ينتصب الدوائر القضية المتخصصة وهي ما تكونوش. دونك نستناو. كيفاش احنا نجمو نعطيو لنفسنا الأجال وناخذوا
معناها على عاتقنا أنه ننهيه في الأجال وفي في الأربع شهر يعني في شهر ماي نكمل كل شيء إن شاء الله ربي يوفقنا. ومن بعد حاشتنا بالملفات مثلا اللي موجودة في المحكمة العسكرية اللي تهم فترة أحداث الثورة اللي قريب نكملوها راو في التقصي، الفريق اللي يهتم قريب يكملها ومش في في الذي بركة عنا الفترات نتاع الانتقال كيف كيف قريب يكملوا في التقصي. ناقصين يعني المستندات اللي موجودة في الملفات القضائية. أش يقول المكلف العام نتاع القضاء العسكري؟ يقول أنا لا أمد الهيئة تحقيق الكرامة بالملفات. هي كيفاش تحبنا أحنا نكملوا خدمتنا وإحنا العراقيل في جميع المواضيع؟ أحنا إذا كان أنتوما، وهذه يظهر لي دور مجلس نواب الشعب أنه يسهل لنا عملنا، وعندكم منصوص في قانونكم الداخلي كونتوا لجنة وظيفتها اسمها لجنة شهداء ثورة وإلى آخره حتى للعدالة الانتقالية. اللجنة ذي شنية دورها؟ تتثبت من أنه الهيئة عندها التسهيلات لأعمالها من طرف الجهات الأخرى وخاصة الجهاز التنفيذي. هذه خدمتها. أنا كنت نأمل أنه التقرير اللي قدمته اللجنة، وأنا سعيدة جدا بهذا التقرير خاطر كان وفي جدا وتماما إلى ما حدث في المداولات اللي صارت في لجنة الحريات، ماذا بيا كان ممكن تسألوا فقط سؤال كم من مراسلة وجهتها هيئة الحقيقة والكرامة للجنة التشريع، لجنة الشهداء وتفعيل العدالة الانتقالية؟ كم من مراسلة يا لجنة راهم القضاء العسكري في الملف ذاك راهو ما حبش يمدنا، يا لجنة راهو القطب القضائي المالي راهو رفض باش يمدنا بالملفات، وش يوصلوا يقولون القضاة نتاع أو قاضي بالتحديد معين نتاع القطب القضائي يقول لك أنا ما نفعلش الفصل 40. علاش؟ على خاطر أنا نحب نعرف أنت كيفاش باش تستعمل الملف. ممكن شكون يعرف أنه ثم أوراق خطيرة ما يلزمكش تطلع عليها؟ ونعطيك ملخص لشكون يقول فيها؟ لزميل وقاضي في هيئة الحقيقة والكرامة نائب رئيس يواجه بالطريقة ذي. ما نعطيكش الملف خاطر خايف عليه منك، ونعطيك ملخص كان تحب ملخص. مو تعطيني ملخص؟ شي يقول القانون؟ قلت تعطيني ملخص، أعطيني المستندات، أعطيني باش أنا نجم نحكم على الملف باش نجم نعمل له المعالجة تاع العدالة الانتقالية، مش المعالجة القضائية. احنا ما نقضيوش، احنا نعالجو بآلات معنى آليات العدالة الانتقالية. نمشيو للمكلف العام لنزاعات الدولة، 1000 جلسة تطلقاه في التقرير. بالمناسبة تقريرنا سيد الرئيس المجلس نواب الشعب خذاه من يدين وفد الهيئة اليوم، وبالتالي ثم تقرير تطلعوا عليه في وسط تفاصيل هذه الكل مانيش باش نثقل عليكم. أما جهات الدولة لا تتعامل إيجابيا إجمالا مع هيئة الحق والكرامة، وتجي تطلب منهم أشياء اللي هي منصوص عليها بالقانون، أما ما يردش عليك ولا يرد عليك بلا لا ما نمدش ما نمدلكش. المحكمة الإدارية سيدة النائبة قبيلة قالت عنا ما أنتم ما بلكش أعمالكم من ناقصين شرعية. توجهنا المحكمة الإدارية كيف الناس الكل، يا محكمة إدارية أعطيني استشارة كيفاش نحسب النصاب، على أي قاعدة تحسب النصاب؟ أش تجاوبنا المحكمة الإدارية؟ لا أنتم ما عندكمش الصفة باش تتوجهوا لي وندولكم الوثائق تقراوهم. هيئة الحقيقة والكرامة هيئة مدسترة ما عندهاش الصفة لطلب استشارة حول موضوع نصابها للمحكمة الإدارية. نطلب رئاسة الحكومة باش تنشر قراراتنا اللي احنا ملزومين بهم بالفصل 36 بالقانون، يلزمني ننشر القرارات، يلزم الهيئة مش برك القرارات، حتى يعني أوامر التأجير نتاع الملحقين مجبورين بالنص باش ننشروهم، نبعثوهم ولا ما ينشروهمش.
القوائم الماليه نتاعنا نتاع مناول الوقت اللي كلكم انتقدتونا شبيكم ما نشرتوهمش في الرائد الرسمي، ما حبوش ينشروهم. التلزينا باش ننشروهم في ليزانونس كلاسي بتسعة ألف دينار على خاطر المصالح نتاع الوزارة رئاسة الحكومة المصالح نتاع القانون قال لك لا احنا مش موافقين القراراتكم هم مش موافقينهم خاطر هما قراوا النص اللي هم لازم يوافقوا لنا على محتوى قراراتنا. ما نحبش ياسر نطول عليكم، يعني تاخذ الهيئة إجراءات تحفظية وهذا منصوص بالقانون فصل 55. يجيو وزارة، مش نحكي على الأشخاص، الأشخاص اللي تعنوا هذاك مدخول عليه، وزارة، وزارة ملك الدولة تطعن لنا في قراراتنا نتاع توقيف التأجيل. علاش؟ يا سيد رانا احنا قاعدين نتفاوضوا مع بعضنا على ملف، راهو تحت التفاوض، راهو تحت الاربيتراج، راهو قاعد احنا ثم قانون نطبقوا فيه، خلينا نكملوا المفاوضات وبعد كان نجحنا بتبيعتها يلزم كل شيء يتلغى، وإذا كان ما نجحناش ترجع الأمور إلى نصابها، خلينا نكملوا، لا نفذوا على الناس ومن بعد إيش يصير بعد ما نفذوا؟ وقت اللي القرار التحكيمي ينص على العكس برا لوج على آثار نتاع هالقرار هذي، يجيو ويبتلوا لنا القرارات التحفظية اللي تاخذها الهيئة في إطار وهي وقتية، يعني ساعات تطلب شهرين ثلاثة ما أكثرش، يبطلوهم لنا ومن بعد يقولنا شبيكم ما تزربوش بالباهي، وش بيكم فاشلين؟ فينا فاشلين ساعة، منين جبتوها اللي احنا فاشلين؟ مانيش فاشلين، أقرأوا تقرير وتلقاو رغم العراقيل هذه الكل. وساعة بربي سامحوني ثم حاجة مهمة لازمني نقولها، راهو موش جميع أجهزة الدولة تتفاعل سلبيا معانا، راهو ثم العديد والعديد اللي مازالوا يتعاملوا معنا إيجابيا وبفضلهم، بفضل الإدارة اللي نحبها المناسبة ذي نقول، راني احنا في هيئة الحقيقة والكرامة اكتشفنا اللي عنا إدارة ناجعة وفاعلة ومهنية، مهنية ويتعاملوا معنا بمهنية، وكل ما لقينا الناس اللي ما همش متسيسين وتحكيوا على التسيس، خاطر ساعات تطلع فوق تلقى التسيس، لكن كي تبدا في مستوى الموظفين اللي هما مهنيين الامور تمشي على غايه ما يرام، نغلقوا ملفاتنا والعديد من الملفات اتغلقت وهاتوا يجيكم في تقريرنا. لكن انا شيء اللي ساعات معناها يؤسفني انه يعيبوا علينا انه ما نشرناش التقرير النهائي البارح، التقرير النهائي ما يجي في الاخر ولا لا؟ هاو نقرا لكم النص يقول 67 في انهاء اعمالها، اشنو اللي تعمل الهيئه؟ هالاشياء اللي تحبوها بين ايديكم باش تصير في التقرير النهائي، ما تصيرش توا، ما نجموش، ما عندناش الحق، مش بركه ما تصيرش، ما عندناش الحق باش ننشروها توا، حتى الاعمال المنجزه اللي سي كلاسيناها ودخلت ديجا في التقرير الشامل نتاعنا اللي بدينا فيه، بدينا نخدموا عليه. التقرير النهائي الختامي النهائي هذايا في وسطه الحقائق التي توصلت إليها بعد التثبت والتحقيق، تحديد المسؤوليات، وتنرجع لتحديد المسؤوليات وسليانا، الأسباب التي أدت إلى الانتهاكات المشمولة بهذا القانون والتوصيات الكفيلة بعدم التكرار في المستقبل، التدابير الواجب اتخاذها من أجل التشجيع على المصالحة الوطنية، في الاخر بكل لازمنا نعملوا مصالحه وذاك واجبنا وذاك نخدموا عليه، مش نقرا لكم كل شيء، لكن يعني الشيء اللي يقلق هو انه يعني فما شكون يجابه فينا بطلبات اللي هي بالنص لازمنا نعطيوها في التقرير النهائي، من بينها البرنامج الشامل لجبر الضرر، باش مطالبه الهيئه فيما يخص جبر الضرر بتحديد برنامج شامل لجبر الضرر، تراعي فيه مش باش نقرا لكم النص والمعايير وكل شيء، وشكون ينفذوا؟ تنفذوش الهيئه يا جماعه، تنفذوش الهيئه، ينفذوا صندوق الكرامه اللي هو بحوزه رئاسه الحكومه. تجي وتقولوا لنا الجماعه بردانين والبرة ومعتصمين ما عملتوا لهم شيء، كيفاش ما عملنا لهم شيء؟ كيفاش ما عملنا؟ وشنو هو الشيء اللي احنا مطالبين به؟ خلينا نتفقوا ساعه، كان في بالكم باش نعملوا لهم تسويه المسار المهني، ماهيش خدمتنا، احنا نسمعوهم ونحسوا بهم ونعملوا مراسلات للجهات المعنيه بالمسار المهني اللي هما الادارات نتاعنا والوزارات
ونقول لهم يا جماعة بجاه والديكم معناها هالوضعية راهي تنجم تتساوي، ثم حالات تتساوي ترى وبارك الله فيهم اللي قاموا بهالمجهود، لكن ثم بارش حالات ما تساويتش. لي أسباب تقرب أكثر للسياسة من المهنية الإدارية. إذا كان مطلوب منا باش اليوم نعطيو التعويض أو غدوة ولا بعد غدوة، رانا ما عناش الحق باسم هالقانون هذا أنو نعطيو التعويض. كان حطيته هنا والله تنعطيو، وقت زاد أرزونا الميزانية المقابلة باش نعطيو التعويض، ما نجموش نعطيو التعويض وما عناش الحق. أشنو اللي مطالبة باش تعملوا الهيئة؟ مطالبة باش تعمل حاودها لا مش الشامل، لا على التعويض الوقتي، نحكي على التعويض الوقتي. اي الهيئه قامت بالتدخل العاجل وصرفت الى يومنا هذا في عام ونص، على خاطر الاعتمادات اللي تم التدخل العاجل جاتنا في اخر فيفري 2016، دونك من احسبوا من اخر فيفري للتو، دونك ابري يعني اقل من عامين، اقل برشا من عامين. صرفت الهيئه 2.5 مليون دينار للتدخل العاجل هذا، منهم 60% تدخل اجتماعي و 40% تدخل طبي، والمجموعه اللي توا معتصمه تمتعت بهذا التدخل. كانت تحبوا قائمه اسميه نعطيوها للجنه العفو التشريعي العام، يعني نمدوها لكم، تدخلت الهيئه لفائدتهم. اما يحب تعمل تعويض توا ما نجموش، ما عندناش الحق اذا كان هذا هو المطلب. سمعتوهم؟ اي سمعناه. ساعات وساعات وساعات وساعات، وسيد نائب الرئيس مكلف خصوصا باستقبال الضحايا والاستماع اليهم والاستماع الى طلباتهم. والمجموعه هذه بالذات انا شخصيا خلف اللي قام به سيد نائب الرئيس، خلف اللي قاموا بها الساده المفوضين، انا شخصيا مع المجموعه بالذات عملت جلسات وجلسات وجلسات، ومنهم جلسه دامت 8 ساعات. 8 ساعات سمعنا لهم، حددنا الاشياء اللي نجم ندخل، قلنا راهو التدخل العاجل خدمتنا، اعطيونا القائمه هات نعملوها، واعطاونا قائمه ولبيناها كامله كامله. قاتلنا الاشياء اللي هي مش من مشمولاتنا، يا خويا خل صندوق الكرامه لتوا راهو ما تنشر الامر نتاعو، لتوا ما تنشر الامر نتاعو. ويبدو انا ما تلقيت حتى رد رسمي من رئاسه الحكومه، يبدو اللي قالوا حتى يكملوا خدمتهم باش ننشروا الامر، ما نعرفش فين موجوده في النص، مش موجوده، ما نعملوا ما صندوق الكرامه لا ما الهيئه تكمل خدمتها، مش موجوده. ما نعرفش ذي منين جابوها، او هل هي صحيحه ساعه؟ الله اعلم، ان شاء الله تجينا جواب صحيح. احنا من جهتنا خدمنا المشروع مع وحدنا وعملنا الورشات، ثم اتصلنا بالرئاسة الحكومة ووزارة المالية، وعملنا جلسة مع السيد وزير العلاقة اللي اتممنا مشروع في الاخر قبله، هما عملوا شوية تنازلات واحنا عملنا شوية واتفقنا على نص. الاتفاق حصل في اوت، توا احنا في ديسمبر، التوا ما تنشر الامر، علاش؟ الله اعلم. تتوجهون انتقادات لنا احنا علاش ما تنشرش الامر، نمشيو للرئاسة الحكومة نقول معاش ما نشرتوش، أخي صلاحية نشر الأوامر هي من صلاحية الهيئة. إذا موضوع هذا أنه ما سمعتوهمش وما حسيتوش به مش صحيح، لكن نحب نقول حاجة من هنا بما أنه وليت نواجهوا فينا بالموضوع هذا. الضحايا ضحايانا الكلهم، ونحن نرفض من يقسمهم بين متاع الإسلاميين ومتاع اليسار ومتاع القوميين ومتاع النقابة ومتاع الخبز، احنا بالنسبة لنا كلهم ضحايا الاستبداد كيف بعضهم. ما عندنا حتى تمييز نقوموا به، او اذا كان قمنا بتمييز مع احنا حاسبونا عليه كان قمناه. اما مش تجيو تقسموا لنا الضحايا، هذوما نتاع هذوما نتاع هذوما، وهذوما شبيت تليتش بهم، وهذوما تليتوا بهم. هالمجموعه هذه بالذات هل طلباتها هي طلبات تهم الضحايا؟ هل طلبات سياسيه من نوع اي بدلوا لنا الرئيسه ما عادش حشنا بها ونقيلوها؟ واجا بدلوا لنا المفاوضين ورجعوا لنا المعفيين، هل هذه طلبات تهم الضحايا ام لا؟ جاوبوني. كان هذه هي الطلبات اللي حابين نستجيبوا اليها، احنا لن نستجيب الى مثل هذه الطلبات ان صدرت عن ضحايا وغير ضحايا. الهيئه تسير
بديكتاتورية وبسوء تصرف مالي وإداري وبكيفاش سمعنا قبيلة رعب هكاك، سمعت رعب أنا، يعني الناس مرعوبة لهم فعافينا. الهيئة تسير وفق مبادئ متاع الحوكمة الرشيدة، وهالمبادئ هذه تقتضي أنه ثم رقابة أولا من طرف مجلس الهيئة، ما ثم حتى قرار يتخذ خارج إطار مجلس الهيئة. ثم عندنا هيئة للتدقيق الداخلي، وإحنا الهيئة كانت سباقة في إيجاد إدارة تدقيق تعتني بإجراءات التدقيق وبالتدقيق في جميع أعمال الهيئة. أيضاً عندنا رقابة تدقيق قانوني من المراقب الحسابات، وحساباتنا راقبها، وسيد رئيس لجنة الحريات نعلمك اللي وقت اللي سألتونا مازال ما صححش، لكن توا المراقب الحسابات سيء، يعني صادق على القوائم المالية متاع الهيئة، ومدينا سيد رئيس مجلس نواب الشعب بالقوائم المالية مصادق عليها من قبل مراقب الحسابات. ثم عنا دائرة المحاسبات، وتعرفوا اللي الهيئة توجهت إلى دائرة المحاسبات وطلبت منها تراقبها، اللي هي استثناء وما الاخرين ما يعملوها شكي، لكن احنا نحبوا نتراقبوا، كان احنا عندنا خطا مستعدين نصلحوه، لكن الكلام على الفساد لا يستقيم، لا يستقيم. تعرفوا اللي الهيئه ما تخضعش لامر المنظم للصفقات العموميه بالنص القانوني، رغم ذلك وضعت دليل اجراءات شراءات حدد فيه سقف نتاع إبرام الصفقات ب 50,000 دينار، معناه أقل من 50,000 دينار، أكثر من 50,000 دينار فما أبل دوفر يصير. تعرفوا السقف نتاع منظومة الصفقات العمومية في المنظومة، معناها في الوظيفة العمومية شنية؟ 300,000 دينار. قيدنا رواحنا برواحنا، ونحبوا نتقيدوا احنا، ونحبوا ماذا بينا اكثر رقابه مبروك. تجيو تقولوا لنا صفقاتكم دوغري اغري، منين جبتوها؟ منشوره اللي كاي تشارج نتاعنا، منشوره ال كيفاش نعيطوا، معناها تصير لوفيرتي دي بلي والفرز وذي الكل، واجراءاتنا كلها نطبقوها بحذافيرها. واول حاجه راهو يراقبها مراقب حسابات هي ذي اللي يفهم شويه في الحسابات، انا ما كنتش نفهم الحقيقه، تعلمت شوي. أما اللي يفهم في رقابة الحسابات، أول حاجة راهم يراقبوها هي صفقات مطابقة للقانون ولا لا، وما يعديلك حتى شيء لمراقب الحسابات، شيء ما يعديلك، خاطر في رقبته الحكاية، مسؤوليته جنائية إذا كان هو يعديلك. وقت اللي هو يصادق على حساباتنا ويجيو الناس يقولون عندكم شبهات فساد، منين جبتوه؟ منين جاء الشبهات الفساد هذه؟ أنا نقول باسم هيئة الحقيقة والكرامة وباسم زملائي الحاضرين لهنا، برا ولا وجه الفساد في بلاصه اخرى، على خاطر موجود الفساد في تونس وهو في فين لازم تلوجوه. اليوم للاسف وانا حزينه لذلك، اليوم الصباح صار اجتماع مجلس وزراء الماليه بالاتحاد الاوروبي، واقروا قائمه قصيره شورت ليست نتاع البلدان اللي مارسوا لي بارادي فيسكو، شورت ليست فيها 19، راهي خط القائمة الكبيرة فيها 70، تونس ضمن الشورت ليست، احنا ولينا بارادي فيسكال، هذا عقاب عمرنا شو ولينا؟ هاي الكوربسيون، مش بركا نمارسوها ونساعدوا على ممارستها، باسكو بارادي فيسكال معناها اللي يحب يعمل تهرب يجينا، مرحبا به. Global Financial Integrity خرجت تقرير، تونس تفقد سنوياً 1.7 مليون دولار تهرب جبائي، تهرب جبائي. بربي إذا كان هالتهرب هذا ولا هالكمية ذي متاع سنابركة، مش متاع مناول ومتاع وتاع مناول، جات تصبت في الخزينة. انتوما في وضع تكونوا في وضعيه تقرنتوا وتلوجوا كيفاش باش تجيبوا الموارد الموارد للميزانيه نتاعنا، ونمشيو نتسلفوا من برا، ونزيدوا نقولوا
زيدوا نحسقوا نعملوا سياسة تقشف ونزيدوا نحسقوا السنتورة على المواطن اللي ما عادش لاحق، نزيدوا نحسقوا وكل يهربوا في الفلوس، شي ما نعملوا لهم. خرج تقرير متاع هيئة الفساد، اش قالت؟ قالت الفساد مستشري في الدولة وهاي بلاصتهم. علاش سياسة الحكومة ما تمشيش لها البلايس هذوما وتقاوم التهرب الجبائي وترجع فلوسها؟ علاش علاش الدولة فقيرة؟ خاطر فلوسها هاربة، فلوسها ماشية للأخرين، أما الخزينة الخزينة ما عندها حتى شيء، فقيرة. علاش؟ خاطر فلوسها ما هيش قاعدة تجيها. ثم مشكلة كبيرة. فما أيضا التقرير متاع لجنة التحاليل المالية، صدر تقرير وجاب نيديكم، يعني ش يقول البنك المركزي؟ يقول له راو ثم جملة من الإجراءات يزم تاخذهم إيرجانت، ما كانش راو بشي سيرنا ما صار لليونان. هاو فين يزم نوجو الفساد؟ احنا هيئة الحق والكرامة من جملة معناها وظائفها تفكيك منظومة الفساد والاستبداد وإصلاح الدولة وجميع إداراتها من أجل ضمان عدم التكرار وإقامة دولة القانون. هذه خدمتنا. عندنا في رقف التقاسي تشتغل على الفساد، وخدمنا على الفساد، وبالطبع هما يسمعوا بينا خاطر على غالب الأسرار ديما تخرج في نيراونا. شدينا في ملف وما علناش عليه، ما علنا على حتى ملف اللي قاعدين نشتغلوا عليهم فيما يخص الفساد، ونعرفوهم راهو دوائر نتاع الفساد وميكانيك الفساد نعرفوهم وحددناهم، وباش نحطوه لكم في تقريرنا بالاسم وبالوظيفه وبالمسؤوليه، حتى هذيك احنا مطالبين به. هما يسمعوا به ونقولوا حاملات على الفساد، الهيئه فاسده بها وعليها وهي تمارس في الفساد. هذا هو اللي برك الدوله؟ بركتها هيئه الحق والكرامه الدوله؟ عملنا كمساهمه منا في اطار البحث على الصلح، خاطر هذا احنا مطالبين به، ولو هو يمس ناس اجرموا في حق الدوله، احنا مطالبين بالقانون واحنا نطبقوا في القانون. مره اخرى ما خلقناش القانون ولا كتبناه احنا. عملنا جلسه علنيه تكلم فيها واحد من اقارب الرئيس السابق، وفسر للعموم بلغه بسيطه اليه الفساد، كيفاش تخدم، كيفاش الشبكات نتاع التهريب تصير، كيفاش الإدارة تتوظف لخدمة مصالح أفراد، كيفاش الخزينة تهريب يصير لها من اللي يلزموا من اللي يمشي للخزينة يمشي للمكاتب الجماعة هذوما. فسرها لنا بالقداء. أش كانت ردود الفعل؟ علاش تجيبوا فيه؟ علاش يتكلم؟ وش نعملوا؟ نعملوا إجراء قضائي ضده، خصهم يلزموش يتكلموا، يلزموا يسكتوا. إجراء قضائي اللي هو مخالف للقانون، باش نقرا لكم الفصل هذا مهم أن نركزوا عليه اليوم. يقول الفصل 40 مطة 3 كان صدقني 4 مش 3، على الهيئة اتخاذ كافة التدابير المناسبة لحماية الشهود، راهو اللي المنسوب إليه الانتهاك يتسمى شاهد، راهو والضحايا بخصوص الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون، وذلك بضمان الاحتياطات الأمنية والحماية من التجريم ومن الاعتداءات. الحماية من التجريم هو كيف جاء قر واعطى حقيقة وشهد أمام العموم وطلب الاعتذار اللي هما الشروط الموجودين بالقانون هذا باش يتمتع بالصلح، قام باللي عليه. نجي نعاقبوه، نمنعوا هيئة الحقيقة والكرامة لمواصلة المفاوضات معه، خاطر ذاك الملفات مازالت ما كملتش معه، خاطر هو ثم أشياء فيها الصلح، خاصة ساعات تهم ديتيغ يعني أطراف أخرى اللي هو قبل باش يرجع لهم نتاعه. منعوا الفرق تاع هيئة الحقيقة والكرامة تاع تحكيم مصالحة باش تدخل السجن باش تواصل معاه. علاش؟ كشفتوا العوار ما كركمش، ما يلزمهاش الحقيقه تكشف الحقيقه، خاطر ساعات الحقيقه مش باهيه. سيدي اسمح لي، قلنا كانوا يبدو الزملاء اشعروك قبل الدخول بان المده المقرره 10 دقائق زايدين.
جيست 10 دقائق، هذا وعدوني به بحضور سيد الرئيس. تفضل تفضل. 10 دقائق ونوفا باش نكونوا نعرفوا برنامجنا. عندك حق، عندك حق سيد الرئيس. إذن خاطر ثم نقاط مهمة ثارت ويلزم نجاوب عليها. النقطة مهمة تهم الجلسات العلنية والأخيرة بالتحديد. جلسات العلنية مكلفة، إيباري مكلفة، 4 جلسات 500,000 دينار مكلفة. أما نعملوا جي سي سي ب3 مليون دينار سي با بوكو، ولا نعملوا حملة متاع إيزي ب3 مليون دينار سي با بوكو. أما 4 جلسات استماع علنية ب500,000 دينار برشا. باه ميسيرش، هذيك تقديرات كل واحد كيفاش يقدر. فما ما بعد الجلسات العلنية متاع الهيئة وفما ما قبل الجلسات العلنية. أحدثت حدث معناه مهم في تاريخ تونس، نقطة تحول. علاش؟ على خاطر الرأي العام ولا هو شريك في العملية متاع إصلاح مؤسساتنا. خاطر أشكون كان يعرف أش يصير للناس اللي ذكرتوهم واللي صار فيهم مسار، والدولة اللي صار فيها، والتزييف الانتخابات والفساد وذي الكل، شكون كان يعرف؟ دوائر مضيقة، تقارير منظمة حقوق الإنسان تعرف كيفاش كي يصير التعذيب واش كان يعملوا في النساء. أما أغلب العموم الشعب التونسي راه ما كانش يعرف، الشعب التونسي ما كانش يعرف وطلع على ذلك، لأن الموضوع الحقيقة تهمه هو بالتحديد أكثر من اللي تم في الجلسات العلنية، نقصد أكثر من اللي تم الضحايا. علاش؟ لأنه هذايا مستقبل بلادهم، يحبوا يضمنوا أنه مستقبل ما عادش يصير. ومن اللي كانوا يقولوا يا رجعونا بن علي، ولو يقولوا ما كناش نعرفوا، ما كناش نعرفوا شو عمل هالمنظومة ذي. وإحنا نتسميو تقدمنا الخطوات العملاقة في الوعي المشترك للتوانسة باش يمتلكوا أنه تكون متاحهم العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية اللي هي متاع هيئة الحق والكرامة ولا سيها بن سدرين ولا حتى نواب الشعب ولا الناس اللي كتبوا القانون، تاع التوانسة الكل راهم وتوانسة يحبوها العدالة الانتقالية. حتى وكان ثم أقل قليلة ما تحبش مش مشكلة، أغلبية الشعب التونسي يحب العدالة الانتقالية. أشنو مطالبين احنا؟ بالطبع مطالبين بكشف الحقيقة، كل الحقيقة. لكن كيفاش يصير كشف الحقيقة وقت اللي الشهود اللي باش يعاونوك على الاطلاع على هذه الحقيقة تستدعاهم ويرفضوا باش يجيو معاك؟ سيد النائب قبيلة وقت اللي قلت علاش ما عيطوش للفاعلين في سليانة ومنهم من اتحاد الشغل باش يعطيو شهادتهم، عيطنا لهم سيد النائب وما حبوش يجيو. عيطنا للشهود من الضحايا من مختلف الفئات، جزء منهم صار عليه ضغوطات باش ما يحضرش، والنهار الجلسة زوز امتنعوا تحت ضغوطات. زوز قلنا عاش عديتوا شوية على خاطر على غرب كيف يجي امتنع باش تجيبوا بالسيف. الأمنيين تواصلنا معاهم راهو بالهاتف واعطاونا معطيات مش بعيدة على اللي انتم قلتوها. قلت لهم إجاوا وشهدوا، خلينا الشعب التونسي يعرف اللي راهو مش لكم كل الأمنيين قاموا يتيريوا على أهل سليانة. قالوا لي احنا مستعدين، ما لازم لإدارتنا تسمح لنا. مراسلات ثم مراسلات ثم تليفونات، من شهادات لا، كيفاش تحبوا نعرفوها احنا الحقيقة إذا كانت شهادات لا؟ بعض سياسيين أيضا سيد نايب طلبنا شهادتهم ما عطاوها لناش. كيفاش تكتمل الحقيقة؟ كيفاش تكتمل الحقيقة؟ وقت اللي جميع الفاعلين في حدث ما يدليوا بشهاداتهم الكل. وعلاش احنا في الوثائق اللي قدمناه ما قلناش هيا نتائج الحقيقة؟ خاطر مازالنا ما استكملناش التحقيق. ثم جوانب تهم خاصة دور اتحاد الشغل ودور الأمنيين اللي مازلنا نتقسوا فيه، ومازلنا عندنا أمل أن نوصل للحقيقة بعد سماع شهادات. خاطر أيضا راهو كيما قدام محكمة يا أخي، الحاكم يعيط فقط للي شكا، ما يعيط للي فعل ويعيط للي غزر ويعيط للي شاف من بعيد واللي شاف من القريب واللي سمع، يعيط للناس الكل. عملنا كيكة احنا وسمعنا شهادات، واحنا عرضنا عليكم الشهادات اللي في حوزتنا، الشهادات اللي ناقصة
مش جلسة أخرى في تقاريرنا، التفاصيل الكل مش تجي في تقاريرنا. لكن حاب نقول لكم حاجة راي مهمة برشا. ثم اش تبحث الهيئة هي؟ الهيئة تبحث على سلسلة القيادة في تحديد المسؤوليات. احنا راهو عنا نفس الآليات واحنا محكمة الجنايات الدولية، نفس المقاربة، خاطر هي ذيك المعارضة. يا اخي تجي محكمة الجنايات تقول اي اون فاكتور، كل ما هو رئيس دولة صارت فيها احداث هو المسؤول وتعدى. علاش يعملوا في تحقيقات وقت كان رئيس دولة هو البرومي ريسبونسابل، هو المسؤول طول؟ ما هوش مسؤول طول، نثبتوا فيها. ينجم يكون مسؤول ونجم يكون مش مسؤول. كيفاش نعرفوه؟ نعرفوه بالتحقيقات وبسلسلة القيادة. سلسلة القيادة اللي عندها يعني ضوابطها ومشينا بها، كيف حددنا أكل الإطار أكل اللي حكينا عليه وحكينا على وظائف راه وحكيناش على الناس، عنا أسامي الناس واستدعيناه سي بوزيدي، نجموا ننشروا لكم الكونفوكاسيون اللي بعثناها له، ما جاناش. احنا مازال عندنا امل باش نواصلوا التحقيقات، وفي تقريرنا النهائي باش تلقاو تحديد المسؤوليات اللي هو الحقيقه التي توصلت اليها الهيئه. وكل من عنده رغبه في كشف الحقيقه يعاوننا، براس والديكم تعاونونا، مش تحجبوا علينا المعطيات اللي في حوزتكم. رانا الحقيقه ما نجم نعرفوها لما الناس الكل تتعاون وتتكاتف من اجل انارتها. فقط انا ناسف لحاجه في سليانة، 388 ضحية رسمياً من المصادر الرسمية، مش نحكي إيش قالوا الحقوقيين وغيرهم. هيئة الحقيقة والكرامة جات لها 22 منهم ملف جامعي، 124 عند القضاء العسكري، منهم 37 فقط قائمين بالحق الشخصي. وينهم الاخرين؟ 260 ضحيه لا حقهم باش يظهر عند المحكمه العسكري ولا باش يظهر عند الحقيقه والكرامه. علاش؟ خاطر ايلسون بيغتي بروفي، حتى حد مثلها بهم. وانا بودي انه نتعاونوا مع الاتحاد اللي هو عنده ملفاته باش على الاقل عندنا امكانيه، حتى كان العسكريه خاطر باش يتنحلها الدوسي وباش يتحل القضاء المختص، خاطر هو اللي باش يكون عنده الحق للنظر في القضايا هذوما، أنه 264 نلحقوهم. ما عندناش الحق باش يكونوا ضحايا منسيين ويكونوا عندنا انتقاء في الضحايا هذوما، دوسيتهم توصل هذوما دوسيتهم ما توصلش. للأسف احنا القانون يجبرنا لو 15 جوان نسكروا، سكرنا لا غالب، كان جات عندنا الإمكانية أنه نغيروا القانون والله غيرناه وقبلنا اللي جاوا بعد الكل، لكن لا غالب هذه مش في حوزتنا. لكن في مسؤوليتكم أنتم كنواب تنجموا تاخذوا إجراء يهموا أهالي سليانة الضايعين هذوما 260 اللي ما جاوا حقهم عند حتى حد، وحتى حد أكل المرأة اللي شفتوها من جملة الناس أكل حقها ضايع، ولا باش تراه من عند القضاء العسكري ولا من عند هيئة الحقيقة والكرامة. دونك القوا حاجة عايشكم راهو مهم برشا. نحب ننهي بموضوع أساسي بالنسبة لنا. احنا ما طلبناش ميزانية للعام كامل، طلبنا ميزانية لخمسة أشهر اللي احنا أعطينا نفسنا الأجال أنه باش نكملوا، إلا إذا كان بالطبع يواصلوا العراقيل من طرف أجهزة الدولة اللي ما تخليناش نعملوا في الأجال. خاطر إذا كان مددنا راهو على خاطر العراقيل مش على خاطر إرادتنا، إرادتنا نفاو في ماء، وإن شاء الله هذيك هي الأجال ونعطيكم تقريرنا في ماء. احنا نحب نقول لكم حاجة، راهو هالقانون هذايا الهدف الأصلي نتاعو الأصول إلى المصالحة بين التوانسة، المصالحة ما بين التوانسة وتاريخهم، المصالحة ما بين التوانسة ودولتهم اللي فقدوا فيها الثقة على خاطر ولت مصدر الانتهاك عوضا تكون مصدر الحماية. أنه عايشكم عاونونا على المصالحة، راهو الخطاب بعض من الخطب اللي سمعتهم اليوم ما يعاونوش على المصالحة، يعاون على الكراهية. عايشكم خطاب الكراهية نتركوه جانبا ونتعاونوا مع بعضنا على أنه قلوب التوانسة ما عادش تتعبى على بعضها وأنه تونس ترفع الجميع. وشكرا. شكرا. شكرا مجددا.